عودي معكم مشاهدينا إلى مدينة كميل شمعون الرياضية ما بين شوطي المباراة بين الأنصار وشباب الساحل. هالشوط الأول المثير يلي تابعناه وانتهى بالتعادل 1-1، هدف الأنصار عباس عطوي أونيكا وهدف شباب الساحل أيضا عباس عطوي. مباراة جميلة على الصعيد الهجومي، لكن كثير من الملاحظات الفنية بنقدر نحكي عنها بالنسبة للفريقين. وأكيد ضيفنا مثل العادة محلل ام تي في الكابتن جمال حاج. مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إن شاء الله بيكون موسم خير أكيد عليك وعلينا، رح تتابع معنا اكيد بكل مباريات دوري الفا ان شاء الله. كابتن جمال، يعني بالبدايه يعني بالمقدمه تحدثت وقلت شوط اول جميل ومثير، لكن الملاحظات الفنيه ان كان على الانصار وعلى شباب الساحل كتار. رح ابدا من الانصار وعدم الترابط الموجود بين الخطوط يلي يعني كلف الانصار خساره كثير من الكرات وايضا هدف التعادل. حقيقة مثل ما قلت أنت، مباراة مثيرة جدا، كان ممكن تكون الغلة أكبر وأهداف أكثر، لكنه الفريقين عم يلعبوا بشكل مفاجئ، خاصة فريق الأنصار من الممكن يكون مقبول الأداء اللي عمله هذا الهجوم وعدم الترابط لحين ما سجل الهدف. والمعروف عن فريق الأنصار من المباريات الأخيرة اللي عم نشوفه هو تجميع اللعب وتناقل الكرات والاستحواذ والسيطرة على الكرة بين أقدام لاعبين واللا مركزية. هذا اليوم ما شفنا، شفنا في ست لاعبين مقابل أربعة مهاجمين منفصلين عن خط الوسط والدفاع. صحيح. ما عم بيكون في ترابط وعنده استعادة الكرة عم بيروحوا المهاجمين بسرعة على الهجوم، ما عم في لا الوسط ولا الدفاع عم يلحقهم، لا هن عم بيقعدوا يرجعوا هون، عم بيعمل مساحات كتير كبيرة. كان المفترض بعد خاصة 1-0 فريق الأنصار يرجع يهدى شوي، يعمل ربط، يحاول ينقل الكرة، يستحوذ على الكرة، يتعب الفريق الساحل بالجري خلف الكرة، يتعبه ذهنيا وبدنيا ويخليه يلعب ضد عامل الوقت، وبالتالي كان ممكن ينفذ أكثر ويسجل أكثر، خاصة عنده لاعبين مهاريين عاليين وهيدي ميزة الأنصار بالفترة الأخيرة. طيب وهذا أمر مفاجئ. بدي أرجع أنا وياك للمشكلة الأساسية الموجودة عند الأنصار هي خط الدفاع، لكن بالبداية بدي أحكي أيضا عن شباب الساحل قبل ما نشوف هدفي الشوط الأول والفرص يعطينا إياهم مخرجنا جورج خليل. مشكلة شباب الساحل بينت ببداية المباراة هي المساحات الكبيرة الموجودة بين خط الوسط وخط الدفاع يلي كادت تكلفه الكتير. هلا في شيء ايجابي انه يعني الانصار عفوا كابتن اهدر فرص سهلة من فرصة حسن معتوق قبل هدف التعادل. صحيح للساحل. صحيح، كان ممكن تكون النتيجة اكبر، لكنه من يحسب للساحل انه ما كان خوفان اليوم، عم لعب بجرأة، لعب بشجاعة وبجرأة، لكنه المساحات كبيرة، في ثغرات كتير بخط الدفاع امام فريق مثل الانصار، لو استغل الفرص كان ممكن تطلع النتيجة اكبر. بعد تلقي الهدف قدر شباب الساحل يقعد ينطلق ويسجلوا هذه الجرأة وشجاعة ومهارة عند لاعبينه. بس كمان بنفس الوقت عم نرجع نقول السيناريو الشوط الأول اللي شفناه ممكن تشوفوا هذا بآخر ربع ساعة أو بوقت إضافي، إذا كان في مباريات شوطين إضافيين بثير في جنون عند الفريقين مثل بيقولوا أو حماس زيادة، فوضى إيه، لكنه هذا شفناه من بداية المباراة، ففينا نسميها مثل ما قلت نوع من أنواع، مرة فينا نقول شجاعة لكنه على الأغلب هي فوضى. لكن فوضى كادت تكون خلاقة عند الأنصار وخصوصا بعدد الفرص الكبير. صحيح، اللي عملها لأنه في ثغرات كبيرة، مثل ما بالأنصار في مشكلة بالدفاع، في مشاكل أكبر بالأنصار، مشاكل أكبر عفوا مثل بالأنصار في مشاكل، في بالساحل في مشاكل أكثر. لافت أنه شباب الساحل قدر يوصل لمنطقة جزاء الأنصار اكيد بكثير من المرات. صحيح ما كان في خطوره ببعض الاحيان، لكن كان في مؤشر، وانا كنت عم اقول بالتعليق انه الساحل ممكن مؤشر يعدل مؤشر فرص كان ممكن تحصل، ما ضروري تعمل فرصه خطيره تنقول انك عم توصل. صحيح، ممكن مجرد ما عم توصل بعض الكرات مؤشر بتكون لا اذا تعاملت معها بلمسه صحيح كان ممكن توصل وتعمل خطر، كانت المؤشرات موجوده عند فريق شباب. طيب جورج، بنشوف الهدفين يلي سجلون الفريقين بالشوط الاول من المباراه مع لقطه لجمهور شباب الساحل مثل ما قلنا المتواجد باعداد جيده جدا نسبه للمباريات السابقة. هذه أولى الفرص أو الهدف الأول اللي سجله عباس عطو أونيكا. هدول بيحبون أونيكا كثير، هو بيحبون أونيكا كثير، هول الكرات اللي بتيجي وعلى الطاير ممكن بيتميز فيهم. قلت سينيا أونيكا بحبهم كثير، هول أونيكا هول اختصاصه مثل ما بيقولوا. لكن هون النقطة اللي ممكن توقف عندها، وين حدا من لاعبي شباب الساحل يضغط على أونيكا ما يخليه يسدد؟ كان لازم يكون في لاعب متواجد بهذه المنطقه، لكن كثيف عليه كانت بداخل منطقه الجزاء. دائما لازم يكون واحد موجود على خط 15، حتى حارس المرمى كان لازم يكون لاعبها لبرا. الهدف الثاني، شوف كم لاعب من الانصار بالجهه اليسرى واقف، وهون على الجهه المقابله واقف. لاحظ كالفن يعني نسي لعيبه، نسي يعني مش المفروض ينسى، لانه اذا بتلاحظ عباس كان ببدايه الهجمه هو بالتسلل طالع من الهجمه، وكالفن عم مباشره عم يتطلع فيه وشايفه،
كان المفروض يرجع بسرعه ليكون وراه. وعباس عتوي ايضا بحب ينطلق من الخلف، يعني مذكرنا بايام الماضي بينطلق من الخلف. صحيح، وقت فرص ما بيضيعها، هذه فرص صحت له ما بيضيعها ابدا، قدر يستغلها ويسجل هدف. سجل هدف جميل جدا، ودفاع الانصار هون بدنا نبلش نحكي عنه، غياب الكيميائي يعني الوحيد حسن بيطار من المدافعين الثابتين اللي كانوا بالموسم الماضي، حكيت عن الامر ايضا بالتعليق. كالفن ضو بعيد شوي عن الجو، حسين عوضة منه مركزه الصريح كمركز ظهير أيمن، ولوكاس موزس حاول يعني يتصرف بعفوية من كتير من المرات. لاحظ لك في شيء لنحكي قبل بعمل اللاعب المدافع إن كان هجوميا ولا دفاعيا، هل لاحظت أنت بالمباراة هل كان حسين عوضة وكالفن شفتهم عم بأداء كانت المساندة الهجومية كم هجمة عملوا؟ ما في كالفن يمكن شارك بهجمة واحدة. صحيح، هذا دليل ليه؟ لانه ما في ربط، ولانه اليوم اللاعبين الوسط هن عم ياخذوا المهمه وهن عم ياخذوا المبادره وهن عم حتى ربط. حسن معتوق ما استلم اليوم، ما في ربط، والفريق كان عم يستعجل كثير، الكره عم يلعبها بسرعه، ما كان في ربط، ما كان فريق واضح انه يفرض شخصيته وسيطرته على الكره هون. زائد هل هو تواجد داوودا وحسين حيدر الجبر كالفن وحسين عوضة انه ما يهاجموا؟ والمرونه اللي عندهم اياها لاحظت كم مره غيروا مراكزهم حسين هون حيدر وداوودا. مين بيقدر يسيطر على الثاني؟ مين بيقدر يعمل مبادره؟ اذا كالفن اخذ الادوار الهجوميه حيجبروا لداوودا يرجع معه. صحيح. وحسين عوضة هون هن، لا كان حسين عوضة حسين حيدر وداوودا هن اللي مسيطرين على كالفن وحسين عوضة، تركوهم ما خلوهم يهاجموا، فبالتالي كانوا مرتاحين من الناحيه الدفاعيه هول المهاجمين، وبالتالي وقت ما عم تيجي الكره لعندهم عم يقدروا، والدليل الكره اللي عملها داوودا بالهدف. وهون قد ايه بتكون بحاجه للاعب مثل عدنان حيدر بيقدر يربط خطين مع بعضهم، غيابه يعني مؤثر جدا. ومطلوب من اونيغا ومعتوق وموني اكثر يرجعوا على نص الملعب ويجمعوا لعب مع مع مع, مع السرعه. خلينا نشوف بعض الفرص الخطيره يلي مرقت علينا بالشوط الاول من هاللقاء، يعني الانصار كان عنده فرص وايضا شباب الساحل كان عنده فرص، ولكن لا شك فرص الانصار كانت اخطر، وحده منها مثل ما تابعنا مشاهدينا تحديدا قبل هدف التعادل اللي سجله شباب الساحل، هيدي هي الفرصه الانصاريه الاخطر يلي عم نتحدث عنها. حسن معتوق هون، او هيدي الفرصه الاولى فعلا لفريق الانصار، فرصه حسن معتوق هيدي قبل الهدف، قبل الهدف هدف التعادل. يعني بدي اقول انه حسن معتوق باللحظه الاولى تردد شو انه يعمل، هل بده يسدد، هل انه بده يمرر، اخذ حتى القرار متاخر، طجت الكره طجت لورا شوي خليتها صارت قريبه من اجره. يعني فعلا فرصة خطيرة جدا، لو سجل الأنصار كانت ممكن تتغير الأمور، نقطة تحول كده تكون بالمباراة. صحيح. يعني لكن تحولت لمصلحة شباب الساحل. طيب خليني أحكي شوي اليوم عن شباب الساحل أيضا بخط الوسط، يعني توقعت أنا أنه الساحل يضغط بالوسط لما يخلي الأنصار يستلم، لا بل العكس عم بصير، لاعبي الأنصار هن يلي عم يضغطوا عم يستحوذوا بشكل أكبر. اليوم إلى أي مدى الساحل بحاجة انه يضغط بخط الوسط ببدايه الشوط الثاني ويفرض شخصيته على الانصار وما خليه يستلم، يعني يركضوا خلف الكره، وهو الامر يلي ما بحبه الانصاريين مثل ما ذكرت. بعدت صعب عليه يعمل هيك، صعب لانه انت عندك رباعي هجومي مزعج جدا خاصه من الناحيه الدفاعيه، يعني معتوق وموني واونيغا وحاجي مالك من الناحيه الدفاعيه بيمنعوا لاعبين المدافعين انه يصعدوا الكره يطلعوا بالكره، فبالتالي عم بيكون خيار كوليبالي وعلي ايوب دائما الكره، علي عبود لعب الكرات الطويله للمحطه اللي هو عبد العزيز نضاي، وهون كمان الكره الثانيه بده ينتبهوا لفريق الانصار، فبالتالي صعب على الساحل يقدر هو يسيطر، لكنه لا عم يحاول هو الاكثر شيء عمله الساحل. نعم. وهذا ما امر ايجابي انه عطل سيستم الانصار، رح نحكي نحن وياك ولو انه خطره لكنه عطلهم سيستمه، رح نحكي اكيد سوا كابتن جمال بعد نهايه المباراه. الشوط الثاني شرف على البدايه مشاهدينا، 45 دقيقه بنتامل تكون اثارتها اكبر من اول 45 دقيقه، وعلى ما تستمتعوا ايضا بلقاء الانصار والساحل. تفضل فارس.